باركولي بهالفستان يلا. أمي بس هذا مو خالص وبده شغل كتير. كتير منيح لأنه فصل إلي مكسور. بدكم الصراحة؟ عقلي عم بيقول لي اتجوز مرة سادسة. صراحة الملزق ماله طعمة بدونك قالول. منيح اللي الله خلصك منه. لو تجوزتي شو كان صار فيكي؟ بس انت لا تتأخر اليوم. ليش؟ لاني عزمتك انت والولاد على المطعم. ماشي. اجت زينة. كيفك زينة؟ منيحة. وأبوكي؟ سيء. العملية ضرورية. بعرف بدها مصاري. البنات قالوا لي المبلغ كبير. كيف بدي دبره؟ انتي روقي، بكرة رح روح دور على شغل ودغري باخد سلفة. نحن كلياتنا معك، مزبوط يا بنات؟ وحلاتك كلنا معك. وإذا أجلسنا بنسرق بنك ما في. مشان الله تحكي بقى. آسف بس إجيت لأني ما مصدق شوفك لحالك. شوف لقلك ما رح أقدر طول. جمال لوحده بالبيت. طيب أنا بس بدي أفهم شو اللي صار يا تجان. يعني أنا ما عم أفهم شي. شوفي أنا يعني غلطت بشي. أنت مالك علاقة بشي. المشكلة مو فيك. لكن شوفي قليلي قليلي شو بدك تساوي. كنت بتمنى من ربي انه يبعث لي اولاد. بس شو بدي ساوي؟ بس يا رزان لا تتسرعي. شو هو اللي استجد لحتى تعملي هيك؟ شلون شو؟ كأنك مو شايف الامور بيناتنا كل ما عم تسوق. ايه بس كل شيء له حل. بعرف انه مؤيد بحبني وانا كمان كثير بحبه. بس صدقوني يا جماعة نحن ما رح نقدر نستمر سوا. ما بعرف ايش حاسة كل شي عم بصير ضدي. طيب فهميني بالضبط شو المشكلة. المشكلة وضع يمان. يمان؟ بصراحة المشكلة فيه. هي الأمومة صعبة ومن وقت ولدت يمان أحسيت فيني شي تغير. على طول خايفة عليه كتير حتى لو كان كل شي مظبوط. بجوز هالشي أنت تستغربه. معك بس هذا شي طبيعي. أي طبيعي بس أنا زيادة. على طول بسأل حالي يا ترى أنا أمي منيحة. أنا بشوفك مثالية مو بس منيحة. إن شاء الله أكون هيك. بعد ما توفى أبوه يمان عانينا كتير. يمان ما بيشكي بس هو كتير فائد له. شوفوا كيف بيضل لحاله. يا ريت وقفت على هيك وبس. فوق هالشي صاري بتصرف بعصبية كتير. بصراحة صرت خايفة منه وعليه. بهمني أعرف أنا إلي علاقة بهالشي. ما بعرف لوين. صدقني ما بعرف شو بدي أقول. لوين صدقني أنا كتير مبسوطة بعلاقتي معه. بس يمان أهم شي عندي. أهم من حياتي. طبعا. ولازم يكون بنظر ابني مثالية وتصرفاتي تصرفات منيحة. خلينا هالفترة بعاد عن بعض. لمو. أهلين خال. يسلموا إيديك يا فرد بيك. يعني هالأكلة إجت بوقتها تماما. إيه إن شاء الله يكون طيب. أنتوا بس سموا بسم الله بتصير كتير طيبة.
انا بموت فيها. بس انتو نسيتوا همومكن ولحقتوا همومي. شو هالحكي هاد؟ نحن اصدقاء. تسلم لي يا فراد، عن جد انت ما في منك. ايه حددتوا موعد زواجكم؟ لليوم ما حددنا. يلا لازم تحددوا بقى، حددوا اليوم وبناء عليه رح تجهزوا حالكم. بحكي فراد. ان شاء الله. ايه شو صار بغيبتي الطويلة؟ شو بده يصير؟ محاولة وحدة للهرب. طبعا انت بتعرفي مين الهارب لانه لجأ لعندي. مشكلة ابوها لزينة تعرفيها منيح لانها هاجمت غرفة الاطباء. مزبوط بعدتي عنا بس كنتي دائما معنا. بس انتي متغيرة شوي. باين علي هيك شي؟ يعني نادرا ما يتعكر مزاجي، واذا تعكر ببين. يعني مسك لايلول، انا اكبرهم بعد ما رحتي انت. خلصت دراسة صار لازم التفت لحياتي. طبعا صار لازم تبني حياتك خطوة بخطوة. ايه نعم، وبس بلشت الحياة العملية بتكبر الهموم. بدك تتركي الملجأ؟ الازارات مصيبة، افكار كثيرة بتروح وبتجي براسي وما بعرف شو بدي ساوي فيها. طيب بستأجر معي. عن جد عم تحكي؟ ايه معي شوية مصاري بتكفي شهر او شهرين لوقتها فراش. ايه ورحتك على لندن؟ لندن؟ انا قلت اني رايحة بس ما اكدت. ايلول انت ما لك مثيل بالكون. حياتي تعي. ايه طبعا طبعا. شو صار مشان تدريبك؟ حكيتي؟ قصدي ابوكي. لا لا لسه ما حكيته. عندنا مواضيع اهم بهالايام. شايفك لك رح روح وما رح خبره لقدي شو رح يصير يعني. انت ادرى بابوكي، انا ما بعرفه منيح، بس ما بظن يحكي شيء اذا اشتغلتي بالاذاعه، ما هيك؟ شوف بابا عم يتصل، عنده قوة تخاطر غريبة، بس ذكرناه اتصل. نعم بابا. لا تتأخري المساء غدا، عايدة عزمتنا كلياتنا على المطعم. نروح على المطعم؟ أي ساعة؟ بالكتير الساعة 6:30. تمام؟ تمام بابا. لا تتأخري. حاضر. بلشنا. يا حبيبي، حضرتها عزمتنا كلنا على العشاء. من هون ورايح رح نشوف فنات جديدة. شي تاخدنا على حديقة الحيوانات، شي تاخدنا على السينما. تعيش الأم الجديدة. عايدة مو معقولة، عايدة ما في منا. شايف كيف رح يكون الوضع؟ مبين اني رح اتعب. لا تستبعد كل ما سيصير في تفقد. رح تشتغل كمان؟ ايه بابا. لوين؟ شو في؟ توجان. شو فيها توجان؟ اليوم حكينا أنا وياها لازم نبعد عن بعض فترة. الله، ليش بقى؟ قالت توجان إنه الموضوع عم يضايق يمان. ولو؟ لا تيأس يا ابني، اهدى وفكر وهي كمان تفكر. الحب سهل يا ابني، بده تضحية. المخلوقة معها حق إذا ابنها عم يتضايق. الضنا كتير غالي يا ابني. ايه خصوصي اذا كانوا مرضيين مثلكم. بس يا حيف بقصد فراد.
مو عرفاني شو اطلب. فرات شو تاكل؟ بدي موزات باللبن. تاخدي مثلي؟ لا لا، انا بدي لحمة ناعمة بالصينية. تكرمي، شو تشربوا استاذ؟ دايت كولا، 2 كولا عادي، عصير طبيعي. تمام. او نحن عصير كمان. 1 دايت، 2 كولا، كويس. غدا ليش بدك دايت كولا؟ عم تعملي ريجيم شي؟ لا، لازم هيك يكون. لا لا طبعا مو هيك. دايت كولا بيشربوها يلي عنده صحة وسمان. انت ليش؟ ايه، لاني بحب الدايت كولا وانا حرة بمشروبي. ايه طيب. عايدة جابت لكم شوية هدايا، ان شاء الله تعجبكم. اه صح، شكرا كثير لانك ذكرتني، انا بصراحة نسيتهم. هدول مني الكم لانكم قبلتوني بيناتكم، تعبير عن شكري. تفضلي هديتي. شكرا كثير الك. عمورة تفضل. شكرا الك. وهي لياسر. شكرا كثير. وانت يا ناز عطيتك هديتك من قبل، ان شاء الله تكون عجبتك. قطعتها بالمقص. اسف. قطعتيها؟ ليش؟ يعني ما عجبتني وبس. يعني ناز لما قطعتها وصار اللي صار ما كان قصدها يعني بالغلط، هي هيك دائما. وين ما كان احسن هالقعدة. انا ما فيني اتحمل عايدة ولا ساعة واحدة، ما فيني. ولا يهمك منا، عجبتنا الكحلة من مطة، واذا ما عجبتنا منقطعها. اصلا فرات بيك هو المسؤول عن هذا الوضع. اي والله صحيح. هي لسه وما تجوزوا، كيف لكان بس يتجوز بكرة؟ بتفرعن. بدك رأيي؟ فرات بيك بيستاهل هالشي. ايه، عقله بيوزة جبل، يقوم يجيب هيك دب لكرمه ويخليه يتحكم بالكل. وهون بتبين عقول الرجال. تفضل. يسلموا ايديك. هذا المطعم حلوياته بتجنن، وبالاخص يلي قدام ناس، ان شاء الله عجبتك. انت شو رح تكوني لنا؟ كيف؟ ام يعني؟ جديدة. لا تفهمني غلط، قلت لها ناس جديدة. لعايدة خالة. خالة؟ اختي؟ حاضر. عم بقول اختي لخالة عايدة. انا كتير اسف تخبطت، بقصدني عم بقوله اني فهم ناس انه عايدة امنا. طيب طيب خلاص، يلا نمشي. ايه انا كتير ناسانة. قالت البطة للأوزة: أنت لا شأن لك. وقالت لتلك الدجاجة: أنا وأنت سنبحث عن الطعام معا، وعندها أنا وأنت وذلك العصفور. ما بتتخيلي قديش توترت، صدقيني
لما كنت اطلع بعيونهم ونظراتهم، خاصة البنت الصغيرة. مو مشكلة هلأ، خليهم يعملوا اللي بدهم اياه، اهم شيء انه بعيدك الراس. بكرة بيتعودوا كلهم عليكي ولا تاكلي هم ابدا. هذا الشيء مضطرة عليه لاني وعدت فرات، قلت له ترك لي هالموضوع، انت اهتم بشغلك. بس البنت الصغيرة هي المشكلة، هذا اهم شيء فهمته. مو مشكلة عايدة، انت عجلة بكتب كتابك هلأ وبس، وساعتها خليني اشوف شو رح يساووا معك. ستي انت مو كنتي تعرفي واحد بالمحكمة؟ اي طبعا، نهاد سيزر، كيف ما خطر ببالي من قبل. خلص عايدة طمني، رح حاكي بكرة وحدد لك كتب الكتاب. شكرا غزان، بأسرع ما يكون أحسن. ايه بس ايلول بدكن تعزموها، يعني المخلوق أخذ منك كتير. عم نمزح معك شبك. مرحبا. اهلين، شو حبيبي ليش لساتك فايق؟ مو قادرة انام، انا رح اشرب شوية حليب بلكي بيجيني نوم. خالة آسيا بابا نايم؟ كان عم ينيم ناس بس مو معقولة لهلا. معقول يكون راح؟ وين بده يروح بهالليل لك ابني؟ بيكون عند الام الجديدة. انا بدي اقول لك شيء مهم كثير صراحه، طلعتك من البيت يعني كركبتني، حياتي كلها تلخبطت. ما انا كمان فهمانك، شلون بدي اعبر لك ماني عارفان. انا بعمري ما كان شعوري تجاه اي حدا بعد سيلة طبعا، يعني أنا مو قادر. حياتي يا إلي، بابا بابا بابا. ليش قلت ايلول؟ ما قلت، انت هيك سمعتي؟ انا قلت هيك؟ ايه قلت. الله الله، غريبة. يلا حبيبتي نام. يا تستعطي وانا دنبك، يا تستعطي يا تستعطي وانا دنبك. وقعتي قلبي لك انزلي. خالي نودة ما رح انزل ودنبي ضايع. لا واحد لا لا. اثنين ثلاثة. ما قدرتي تمسكي، هربت الضفدعة. نزلتي حبيبتي والله اذا وقعتي. انا ما بوقع. يا ضفدعتي يا ضفدعتي وين دنبك؟ وين دنبك؟ جاية جاية. يا ضفدعتي يا ضفدعتي وين دنبك؟ تعي تفريني تعي. ماني نازلة. يا ضفدعتي يا ضفدعتي وين دنبك؟ لكن ليش هو بعد ايلول؟ يا ضفدعتي يا ضفدعتي وين دنبك؟ هو ما بعد كم مرة قلنا لك ايلول عندها دراسة؟ انا ما بدي اسمعكم ابدا. انا رح اطلع يا بنات، اللي بده يطلع بقيان 13 دقيقة. لا تطلع علي بنوب، أنا لسه ما فقت.
ايلول شو صاير حتى مستعجلة؟ عندي مشاوير كثيرة. اول شي بدي روح لعند زينة وبعدين من هنيك على الشغل. يعني مستعجلة مشان شغل؟ طبعا لازم ما اتأخر عليه. سلام. اوه معك. صحي وين مروة؟ شفتها من شوي بالجنينة عم تقرا جريدة. سلامات حبيبتي. شو هالإعلان؟ شو عم بيقول؟ كمان بده خبرة 3 سنين؟ شو هاد يا ايه؟ ما في حدا منكم بده انسان بدون خبرة بهالبلد؟ اهو نحن عم نركض من قرنة لقرنة مشان ما نتأخر، ومروة عم تقرا جريدة. مبسوطة؟ من وين بده يجي البسط؟ عم ندور على شغل. بالطريق بتدوري بالإعلانات بلا ما حاضر حاضر. ايلول استني شوي يا بنتي. عالمشفى؟ ايه بابا، رح نروح عالمشفى بالاول. حلو كتير، خدي هاي معك لزينة. هذا اللي قدرنا نجمعه لهلا. رح نضل نحاول، قولي لها مشي الحال. ماشي بابا. لا تنسوا تسلمولي عليها. اكيد ما رح ننسى. يلا بسرعة. وهي لقمة لنورا. طيب كتير كتير. وهي إلي أنا. الله الله، يا سلام، أطيب هالبيضة. لا حبيبتي دورك هلا، افتحي تمي. كمان ما بديك. هاي الطريقة قديمة، لما عملتيها معي آخر مرة كان عمري 13 سنة. صحتين وعافية. يلا أنا ماشي. لا تروح بابا، خليك، لسه ما فطرنا بعد. مو جاي على بالي، بس أنت كلي مفهوم؟ إذا ما بتاكل ما باكل. خلاص حبيبتي، لازم نروح على الشغل. خلاص روح، بس ما رح اكل. حبيبتي ناس، بابا بده يروح الشغل. يلا خلينا نفطر سوا. ما بدي، يا بتكون ايلول يا بابا او ما باكل. قومي يا اسيا، تعالي لشوف. بالاول نشرب الحليب. نشربي بابا؟ هذا كان زمان، انا كبرت، انا بشرب لحالي. كبيره، ورجيني شو رح تعملي. انا وياك رح ناكل، يعني سوا، هيك تعودنا نعمل مع ايلول. قصدي كلنا. عايدة الله يوفقك، وطي صوت نفسك. ما فيني بنوت. اسرعي، المشي تبعك هذا ما بيفيد، لازم تركضي. بكفي عم تركضي. أنا شوي شوي رح أمشي معي. اركضي رزان، اركضي، ما بقي لنا غير شوية وقت. ماني فهمانة ليش مهتمة بوزنك كثير هلا. شلون ما أهتم يا رزان؟ شو رأيك خيط فستان العرس يطلع ضيق علي؟ بدك يصير هيك شيء؟ معقولة أنت جايبتينا من الصبح بكير على النادي مشان هيك؟ هالأوهام رح تقتلك. بسيطة، إذا نزل وزني 1 أو 2 كيلوغرام من هلا للعرس بيكون منيح. إذا بطني كبر وبين، الأولاد رح يتمسخروا علي، وأنت بتعرفي هالشي. شو بتقصدي بالأولاد؟ أولاد فراس، غادة، وكل العصابة. اركض اركضي بسرعة، يلا. شو صار معك براك؟ نسيت شو طلبت منه؟ لسه ما شفت صاحب الشغل مشان أقول له، بس الموضوع براسي لا تخاف. حطيت الشغل قدام عيوني. بدي اسس لحالي نظام خاص واكسب مصاري من شغلي، ومشان هيك لازم اشتغل بقى. من وين طلعتي لنا بهالقصة؟ هاي القصة طلعت من بابا وزواجه، يعني بلكي علاقة انا والماما الجديدة. ممكن يصير هيك شيء بيناتكم؟ وليش لحتى ما يصير؟ الامور مخربطة كثير بالبيت، بابا مو فاضي واشغاله سارقته منا، وناس بلشت تساوي مشاكل من جديد، وايلول راحت. ايلول مربية ناس ما هيك؟ اها، بس هي مو مثل بابا بالتربية. الحقيقة هي كانت بنت كتير منيحة، وبصراحة هي ساعدتنا كلنا. لكن ليش خليتوها تروح؟ شو برا، بدي احكي لك قصة عائلتنا وشو صار معنا كل الاسبوع الماضي. اي لا نفسيتي ولا وضعي بيسمح لي احكي لك هلا، اتركني اياه. مفهوم مفهوم. شكرا لتفهمك. انا ما عم بحكي معك مشان الامور المادية يا نجدة بيك. كل الطلبات اللي حطتها رزان انا موافق عليها. هو هيك مفهوم؟ طبعا فهمانك منيح.
انا لو بدي اعمل مشاكل ما كنت وافقت على الطلب بنوب. ما بدي احكي اكثر من هيك بالموضوع. مع السلامه. ما تعمل مشاكل مؤيد بيك، مو هيك؟ انا عم بتعامل مع محامي غبي لدرجه مو معقوله. بس حل المشكله عندك، انت عم تغلط. طبعا كل شي بعمله انا غلط، تركني من الحكي. يا شو بك حبيبي، ليش ضايش؟ بعدين ليش لتضيع الوقت بالحكي مع هذا المحامي؟ احكي معه بالهاتف او حتى روح واجهه وش لوش. والله ماني عفان، عم تصير اشياء غريبه عجيبه. فجأة المرت اللي عشت معها سنين طويله بتصير غريبه عني، وناس ما بعرفهم بيتصلوا فيني مشان يحلوا المشكله. قوم معي. لوين؟ الشغل بيلهينا شوي. قوم يلا. بنتي انا حالتي مو بحاجه عمليه، بس يعطوني حبتين التهاب بقوم مثل الحصان. بدهم يعملوا لي عمليه مشان ياخذوا مصاري. بابا مو معقول يعملوا عمليه بس مشان المصاري. بس العمليه يا بنتي. طيب بابا انا رح اتصرف، انت اهدى ولا تقلق. فكر بالايام الحلوه اللي رح تقضوها بعد ما تتحسن وتصح، واتركوا كل شيء لبعدين. موافقين؟ تسلمي. تعي ابي. بدك نكتب بهاد؟ ايه، لانه ايلول بتحب اللون الزهري. طيب قولي لشوف شو اكتب. ايلول اشتقت لك كثير. خالة نورة عم تكتب لي رسالة، بس تخلص رح اشكرك كثير لانه تعبت معي. هدي شوي، شو حبيبتي ما عم لحق عليك كتابة بالسرعة؟ طيب رح استنى. ايوه رح اشكرك كثير. ها بتذكر انه جبنا فاصوليا، رح تكبر كثير، رح ازرعها انا وبابا سوا بجنينة بيتنا. ورح نزرعها وبعدين؟ انت كمان زرعتي فاصوليا بالتراب مثلنا؟ زرعتها حبيبتي، زرعتها. انت تسيبي. طيب وهي كتبت. نحن كلنا اشتقنا لك. ومبارح نمت انا وبابا سوا على التخت. نمت؟ بابا شافك بالحلم كمان. شو؟ ايه شافها. بابا كان بالحلم عم يحكي معها. شو رأيك ما نكتب هاد؟ بدك تكتبي شافها بالحلم وقال يا ايلول. يلا اكتبي. هاي كتبت. ايلول انا اشتقت لك كثير، تعالي لو سمحتي، تعالي 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 تعالي. بدك نكتبهم كلياتهم تعالي؟ رح تكتبي كلمة تعالي لآخر الصفحة. تعالي 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 تعالي. زينة بأقرب وقت رح ندبر باقي المصاري، لا تخافي. ايلول انا كيف رح اقدر شدك هالدين؟ انت مالك مديونة الي. لك انت رفيقتنا يا بنتي، دين شو؟ وهي اعطاني اياها بابا المدير كمان. الله يخليه. هذا كله شيء بسيط طبعا، لولاكن انا كنت تضيع. اكيد خلال اليومين الجايين رح نلاقي شغل ورح تنحل الامور. انا عندي عروض شغل كتيرة من دشمجي وصوابنجي كمان، وانا وايلول عم ندرس العلم. بس ما عم نقدر ناخذ قرار. عم تدور على توجان مو؟ اي والله. هن انتقلوا من هون. والله؟ من زمان؟ امبارح المساء. وبتعرفي لأي حار انتقلوا؟ لا، وما عرفنا انه الناقلين الا لما ودعونا. كان جاي معهم عم الصغير وراحوا. شكرا. بالعفو. مثل ما انك شايفة كل يوم الصبح بجي لهون، باكل كعك وبشرب شاي وبقعد بتفرج على المضيء وعلى السفن، وبعدين برجع من الشغل. صحيح لسه ما لقينا شغل. بس لا تقولي هالحكي ايلول، بعدين اليوم عنا عدة لقاءات مع اصحاب شغل. وانت رايحة على اساب مظبوط؟ بتوقع انهم رح يوافقوا، وهذا بيساعدني اقدر اطلب خلفي.
زينة هالمرة وضعها مريح، هاي المرة كانت مبسوطة شوي. لو قدرنا نحل مشكلة المصاري كانت ارتاحت أكثر. في حق عليك، يا ريتني ما تركت شغلي. يعني على أساس حضرتك كنتي مرتاحة؟ ايه، وبدأت أتعود. كنت تحبي البنت الصغيرة والمصاري معك عطول، وما كنتي حاسة انه في مشكلة بينك وبين الأخ. على الأقل حسب اللي شفته. شو كان اسمه ايلول؟ فرات. فرات بيت. ها؟ ايه، كان مبين انه انسان منيح. ايه، كان عنده بعض المساوئ بس هو منيح. كرمال الله، قلت لك على طول الزلمة حلو طبعا بالنسبة لإلي. تمام. وعنده يلا حبيبتي، عنده كل هذا الشيء كمان ونحن قاعدين هون. مروة شبه ما دام عم نلهي حالنا بالشغل، احكي لك شي شغلة تفرح بك من انبسط. حاضر. انا بعلمك. انت بلشت هي اللعبة، معناتها انا ببلش بالحكي. لوين وصلنا بالتحضيرات؟ ما بعرف. عايدة عم تجهز بعض الشغلات وبتسألني عن شغلات كمان. حضرتك ما بترد على شيء. هاي الشغلة مطولة كتير، بعدين رح اتعب. اوه، تنهيداتك كتراني. شو عم بيصير؟ ما عم نام منيح، عم شوف احلام غريبة عجيبة. طب ايه هذا لك ابني؟ هذا من التوتر. وبعد كل هالسنين رح تصير عريس. شو سهلة مؤيد، ما بيصير الا تقول هالكلمة عريس. طيب لا تأخذني حبيبي، بوعدك بعد هلأ ما في كلمة عريس. رح اسألك سؤال، بدل هالكلمة بنقدر نقول عاشق ولهان؟ شوفي انت عم تدفعيني اسألك بشكل مباشر. بس شو بدك تسألي؟ طيب هلأ رح اسألك، انت حبيتي هالزلمة هاد ولا لا؟ مين؟ انا؟ اها، اساسا انتو كلكم بتحبوه. نحنا ما بننكر هالشي. طيب شو يلي صار حتى تغير فجأة؟ ما عادوا محتاجيني. يعني جابوا مربية جديدة؟ بدك تقولي هيك؟ يعني انتي عم تخليني حقق معك وكأني قاضي. هو رح يتزوج. شو؟ الاخ؟ الاخ فرات؟ اها، هلأ افهمت. وقلتك نحن بنقدر نعمل شيء؟ شو هالحكي مروة؟ يلا قومي رح تتأخري على موعدك. عمو ليش هيك؟ عمو؟ ما في شيء. أول شيء بيجمعون وبعدين برد بكسره. بس انت قصدي انت منيح؟ انا كتير منيح. وست وجان هي منيحة كمان؟ ما بعرف، اكيد هي منيحة. يا ريتك جيتينا قبل شهر يا ايلول، بهداك الوقت كنا مزحومين وكنا بحاجة كبيرة لعناصر. فهمت عليكي مدام. شو بدنا نعمل؟ بصير خير ان شاء الله. من هلأ لشهر رح يبدأ برنامج تعليمي جديد. إذا من هلأ لشهر ما لقيتي شغل ارجعي، وبابنا مفتوح إلك دائما وبكل وقت. طيب يسلم. اللي صار كان سيء سيء، بس أنت لازم تتفهم هالشي. شو عمي؟ المشكلة إني عم أتفهم. يا ريتني ما فهمت، بس أنا عم بفهم. مشان هيك ما زعلت منك، زعلت من حالي بس. لا تزعل من حالك، انسى، لا تهتم. شوف حالك كيف متوتر كتير. شو اعمل غادة؟ كل ما بتذكر القصة بحس لازم اكسر شيء. معناته لا تفكر بنوب. طيب انا رايحة هلا على البيت، وانت كمان تعا معي، من جهة بتشوف الاولاد وكمان بتغير هنيك جو. انتي روحي غادة، انا عندي شغل هون، بوصيلي الاولاد كلهم. في شغلة هون. كنت بدي اعطيها لياسر بس ما صار فرصه. شو هاد؟ ما احلى هالمركب الشراعي. هاي وقت كان ابوكي شاب. معناتها كان عنده افكار سياحيه. يمكن ما كان مفكر ابدا انه رح يتجوز مرتين ورح يكون عنده اربع اولاد. يلا يلا يا بنت بلكة الحكي. سلم لي كثير على جده.
فترة قلت لي انه عندك رفيق عم يدور على ورشة نجارة. لهلا عم يدور؟ عمورة انت ما بدك ترمي؟ لا ما بدي، وضعي مكركب. ليه؟ شو بدنا نلبس وقت العرس؟ منين جبت هالقصة؟ هاي القصة عم فكر فيها من زمان. بلكي لبسونا بدلات بالعرس؟ بلا جنان. والله بيعملوها، بركي بدها هيك امنا جديدة. مستحيل البس هيك شي بحياتي. وانا كمان ما بلبسها، اصلا لبس الاعراس ما بيلبق لنا. هذا صحيح. هلا اتخيل بابا وانا واقف بجنب بابا وانت واقف بجنبي وانا واقف بجنبي ناز وراسي عروس، وهيك بياخذوا صور وبسجلوا على الفيديو. بس ناز ما بتفرق معه. والله مع ناز ما رح تفرق، بس اذا بابا بهدلنا رح نلبسها مثل التوتو. ولك منين طلعت لنا بهالقصة هلا؟ لازم تكون مستعدين لان عروستنا حلوة قوية. من وين عم تطلعي بكل هالشغلات؟ انت قلت هيك فرات؟ انا بحياتي ما قلت هيك. انت اللي قلت انك بتحلم بهيك شيء. قلت نعم، قلت اني شفت حالي لابس بدلة وكرافة وهيك شيء، هذا كان بالحلم. فرات ليش عم تكبر الموضوع؟ رح البس فستان العرس، شو بدك توقف جنبي بالجينز ولا بلباسك العادي؟ وشو فيها يعني؟ هذا ما بصير، لا تزعل مني، بس العراس اللي كانت تصير بهالطريقة اللي عم تحكي عنها صارت قديمة. ما بعرف ليش مزعوف، كل القصة انك تختار بدلة عرس. ايه طيب، انا عندي بدلة عرس، رح البس ونخلص من القصة. موافق، على الأقل خدها للمصبغة تغسلها وتكويها. ايه ماشي، رح اتصرف، لا تشغلي بالك. المهم تفكري فستان عرسك. عنيد عنيد مثل الولاد الصغار. كتبنا شو؟ كتبنا الرسالة أنا والخالة نورة اليوم. ايه لازم حضرتك هلأ تاخدها وتبعتها بالبريد. لا حبيبتي، أنا ما رح أعمل هيك شغلة، روحي أنت والخالة نورة. هيك ما بصير، لازم ابعتها اليوم وانت بدك تاخدها. طب خدها انت عمورة، انا مشغول كتير، لا تزعلي مني هلأ، مو فاضي لك، خليها بعدين. اثنيناتكم بليدين، انا هلأ رح اقول لأختي وهي رح تبعتها لأيلول. استني وقفي لشوف، هي لأيلول؟ ليش ما قلتي لي هيك من الاول؟ انا رح ابعت لها اياها. العنوان هذا مزبوط؟ ايلول كتبت لي العنوان قبل ما تروح. غريبة، حلو كتير حلو. ياسر انا رح جهز حالي وابعتها للبريد. قصة البدلة عكرت لي مزاجي، منروح على عقد الزواج. والله اذا بابا ما راح بيكون احسن شيء. ليش حايس؟ روح. طيب رح روح بسرعة. يلا يلا. ما طلع شي معنا من اساد. الحقيقة في شي بس بدنا نستنى شهر. شهر كتير رح نضل نستنى. شو صار مواعيدك انت؟ مثل العادة كله بيكذب وكلهم بدهم كوادر عندها خبرة. طيب وشو لازم نعمل هلأ؟ شو بدنا نعمل؟ رح نضل ندور وندور حتى نلاقي شغل منيح في محل او محلين ما رحت لهم. تعي الرحلة نسوى، بركي بيتزبط مع وحدة منا. يلا خلينا نروح. في وحدة بتفهم بتضيع زلمة غني ومثل الوردة. يا ريت. وراحت الرسالة. زيح وين الرسالة؟ ما حطيتها انا، شفتي وين حطيتها؟ طاولة الكمبيوتر. لك ما عم تخليني اتهنى بمتابعة الفيلم. زيح فهمنا. على مهلك شوي شباب. انا اسف غدا. لوين رايح حال؟ ناس كتبت رسالة لأيلول وعمورة رح يبعتها بالبريد. حلو. لك اختي ممكن تبعدي انت كمان. خليني اشوف. شو بك زعلانة؟ هلأ رجعت من دكتان عمو، مزاجه كان معكر على اخر.
وبظن انه علاقته بتوجان خلص عمره. شو هالحكي؟ ايه والله. وبعت لك هاد إلك. هاد هذا المجسم اللي صنعه بابا، عمو قال لي هالحكي.